جواد الصحيح عنده 30 عام ديال 30 عام فهاد الفن اللي عندي في عمري، في 30 عام فهاد الفن عندي بزاف ديال المسرحيات، عندي بزاف ديال المسلسلات، عندي بزاف تبارك الله عندي بزاف ديال الافلام. ما غاديش نتقارن مع صحابي الروتين اليومي، هادو تما خدامين باش ياكلوا ضربة الخبز، انا ما كنعيب على حتى شي واحد. هذا موقع، هذا نقول لك واحد القضيه، هاد اليوتيوب والانستغرام وهادشي ديال التيك توك وداكشي، هادشي ولا عالمي ولا كلشي كيشتغل فيه، كل واحد كيفاش كيقلب على راسو كيفاش يخدم فيه، كاين اللي فنان، كاين اللي رسام، كاين اللي كيشطح، كاين اللي كيسلخ مراتو، كاين اللي كيدير، فهمتيني شنو نقول لك؟ ولكن ما تقارنيش هذا مع هذا، ما تقارنيش هذا مع هذا. واش تقارني روتين مثلا روتين اليومي تقارني مع 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 حسن الفد ولا مع مع فنان ولا مع جواد السايح ولا مع شي واحد؟ حنا كنديروا الفن، حنا كنديروا لاغ. وواحد القضيه، حنا ما بقينا في السكه ديالنا اللي كنا غاديين فيها، التران اللي كان غادي بينا بقينا غادي في السكه، غير حنايا هذاك التران باقي هو هو، هذاك التران هو اللي بدينا به مع مسرح حي في المسرحيات القدام، ومع سي مصطفى الدسوكين، ومع سي بن ابراهيم الله يرحمه، ومع هذوك الرواد، وبقينا غاديين فيه. غير هذا التران هذا منين وصل واحد المحطه اش لقى فيها؟ لقى فيها اليوتيوب، ولقى فيها تيك توك وداك الشيء، ولقى ما بقاتش غير عندنا جوج قنوات اللي هي دوزيم والتلفازه المغربيه، ولا موقع اخر، انه هذاك الموقع كيستغلوه الناس باش يبينوا المواهب ديالهم ويبينوا. الا واحد القضيه خلينا وما بقينا باركين، حنا اش غنديروا؟ نربعوا يدينا. حيت خاص تعرفي واحد القضيه، دابا اللي كيدير البوز، اللي كيدير البوز دابا في اليوتيوب كيهزوا كيعيطوا عليه اجي تشارك في شي فيلم ولا شي مسلسل، ولا كيدوز مثلا في دوزيم ولا في الرباط ولا شي حاجه. اذا حنا نبقاو مريحين؟ ما يمكنش، خاص الواحد يشتغل. تقدري تعيبي عليا الا مثلا خدمت في اليوتيوب ودرت شي حاجه اخرى اللي ما فيش كتعرفوني عليها. انا اش درت؟ كندير المسرح، وكندير الفكاهه، وكندير السينما. اذا بقيت في المجال ديالي غنكون اناني لك شي حاجه. كل واحد الله يسهل عليه، كل واحد كيفاش كيشوف مستقبله، كل واحد ظروفه الماديه، كل بغض النظر على الاهداف والطريقه باش فهمتيني. نقول لك واحد القضيه، الله عز وجل كسفت العبد ديالو مثلا، عندك في الصحيفه ديالك عندك غدا غادي تفيق غادي تصور 500 درهم، هذاك هو رزقك اللي مكتوب لك سيدي ربي. شوف انت كيفاش بغيتي تختاره، واش بغيتي تختاره حيت 500 درهم هي اللي غادي تصور؟ شوف انت كيفاش كتبغي تختارها، واش تختارها نطرتي بشي واحد التليفون، شي وحده التليفون وبعتيه غادي تبيعه ب 500 درهم، انت خديتي فلوس بالحرام فهمتيني، ديتي لشي واحد شي حاجه غديها بالحرام، ديك 500 درهم اللي غتصورها غادي تقدر تصورها بعرق كتافك وبالحلال، ولكن راه ما غتفوتهاش. غير شوف انت كيفاش بغيتي تختار رزقك. هادوك كل واحد وشغله، الله يعاون كل واحد. انا تنهضر على قناه سميتها الموتشو ديال جواد السيح، يساير العصر.